الصعوبات موجودة، لكن انت يعني عايز ايه الحكمة من رجوع الدوري؟ وطبعا المفروض ان اصدقائنا الاعزاء اللي موجودين في الاتحاد المصري لكرة القدم كان لابد انهم يعملوا سيناريوهات، يعني لازم يعملوا سيناريوهات، هما سيناريوهين مالهمش تالت. سيناريو يعلنوه للناس وسيناريوهات معلنة عشان الناس تقعد تفكر. يعني بالظبط كده، انت لما بتحاول انك في حاجة، في قضية كبيرة بتطرحها مجتمعيا وبتشوف الناس ايه ارائها عشان تقدر انك انت تاخد افضل، وهي دي الديمقراطية، وهو ده اللي بيوصلك لافضل الحلول. كان على الاتحاد المصري لكرة القدم ان هو يطرح فكرتين. فكرة بتقول في حالة ما إلى إلغاء الدوري ماذا سيحدث؟ في حالة استكمال الدوري ماذا سيحدث؟ أنت واخد بالك؟ عشان الناس تبقى نفكر، نبتدي نفكر. لكن أنا شايف إلغاء الدوري له سلبيات، ومن أهم سلبياته خسارة الأندية، خسارة شديدة جدا. استكمال الدوري له صعوبات، أنت واخد بالك؟ وصعوبات كثيرة جدا، لأنك هتلعب كل 3 أيام ماتش، فبالتالي أنت بتعمل معسكر، فالمعسكر بتفضل قاعد هتدفع لك 4-5 مليون جنيه في الفنادق بس، بعيدا عن بقى المكافآت، وبعيدا عن الفلوس، وبعيدا عن المصاريف اللي بيتم صرفها. فيعني تيجي تحسب من هنا، إلغاء الدوري لم نتعود على أن يتم إلغاء الدوري ويتم إعلان للبطل. طب السنه دي الوضع مختلف، نادي الاهلي فارق بنقاط كثيره جدا عن الانديه الاخرى، بس فاضل 17 اسبوع، يعني النقاط اللي فارقها النادي الاهلي ممكن تعوض في خلال الاسابيع المتبقيه. عارف لو الاسابيع المتبقيه يعني مثلا تفوق باسبوعين، انما لا، ده ممكن يحدث تغيير. طب يبقى هل سيتم اعلان بطل ولا مش سيتم اعلان بطل؟ لو في اعلان بطل يا كابتن هيبقى في نزول هبوط. بالظبط. هل في احنا دلوقتي يعني لو اعلنت البطل حتى يعني احنا بص يا اسلام، احنا عايزين نقول ان السنه دي هي سنه استثنائيه. واذا اردت انك تكمل مسابقه لظروف اقتصاديه فعليك انك تدعم الانديه. يعني انا اعرف ان الاتحاد الدولي ممكن انك تاخد منه فلوس، يعني لو انا كنت موجود مع الاخوه في الاتحاد المصري اللي موجودين، لازم اخاطب الاتحاد الدولي، ابعت لنا 3 مليون جنيه، ابعت لنا 3 مليون دولار، 4 مليون دولار من فلوس الاتحاد الدولي اللي هو بيوزعها على الاتحادات نتيجه الازمه اللي موجوده. يعني النهارده ما تيجي تتكلم على منظمه الصحه العالميه بتبعت فلوس للدول عشان تقدر انها تجابه، صندوق النقد الدولي بيسلف الدول عشان تقدر انها تجابه العطله والطيران اللي واقف والدنيا اللي عطلانه بسبب الكورونا. فالنهارده كره القدم نفس القصه، بس المسؤول عنها مين؟ الفيفا. حلو. لو الدوري بقى وانت راجل يعني ايه في اللوائح، خبير في اللوائح، لو جت فلوس يبقى نقدر نقول ان احنا نقدر ان احنا ندفع للانديه ونشجعهم على انهم بقى يقعدوا معسكرات في الفنادق. بس عندك لو لغينا الدوري يا كابتن ابراهيم، بس هو طبعا الاول عايز اقول حاجه قبل ما ان صحه اللاعب وصحه الناس أكيد من طبعا خلال كره هي اهم حاجه. سيبك بقى من اذا الاشتراطات، احنا مبدئيا بنعمل غير جمهور، فما عندناش مشكله في الجمهور، ممكن يحصل له حاجه، لكن اللعيبه لازم يتم الكشف عنها كشف جيد جدا. الاداريين لازم يتم الكشف عنهم كشف جيد جدا. وبعدين هم ليه بيقولوا اعملوا معسكر في المكان اللي انتوا فيه ما تخرجوش؟ عشان ما يحصلوش اختلاط ويجي اللاعب. ما انت لو خليت اللاعب روح هيعمل، يبقى الاختلاط ممكن يختلط باصحابه باسرته باي حد، يجيب الكورونا ويرجع المعسكر يضرب المعسكر كله.
بس صعب قوي انك تقعد لاعب ثلاث شهور. ما لا مش ثلاث شهور، شهرين. لا هو الدنيا كلها ال 17 اسبوع. طب ابراهيم ما كانش بيقعد اسبوع ال 17. سيبك من كده. لا 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 معلش سيبك ابراهيم. ابراهيم وقته وقته. انت لازم بيدعك عشان يقطعوا فيه. والله انا كنت بقعد في المعسكر. لا بقول لك يا كابتن لا بس ما قعدتش ثلاث شهور يعني. ما قعدتش ثلاث شهور بتاع المعسكر. اسالني انا في تونس. في تونس قعد خدته وقعد يلففني. فاكر يا ابراهيم؟ ايه بقى في تونس؟ معلش بقى خلاص معلش. لا والله على ايه؟ لا والله خدك وقعد. لا والله قعد يلففني. مش عادي كنت. اه والله قعد يلففني. مش عايز مش قادر يقعد. وبعدين رحت فين بقى؟ نزلنا مول. نزلنا مول. يعني انت كنت رئيس بعثة. انا ما كنتش رئيس البعثة. هم اقعدوا بقى كده في صارة. هو كان بيلعب مع الاهلي. لعيب كورة. هو كان بيلعب مع الاهلي. لا هو ما يعرفش. هو ما يعرفش. انا نزلت معاه بس هو ما يعرفش. والله ما كنت اعرف انه رايح. دلوقتي غيرتوا كلام. كنت لا والله نزلنا المول الاول. ايوه. وبعدين رحت فين؟ لا بعد كده بقى كان في المول في قهوه. يعني معاك قاعد يدور على القهوه من جوه المول. عدل ثواني بس. يعني معاك لعيب. خلاص بقى ده انا بجمله اعتراضيه. هو هو اللي عايز. انا مالي طيب. عشان اجيب الخلاصه يعني لسه هنستنى. انا ما رضيتش اقول حبيبي. طيب انا عندي سؤال مهم. كان ممكن بس اتكلم في النقطه دي قبل ما اولا كمان انت ازاي انا بس انا عايز كل ثلاث ايام هتلعب اللعيبه كل ثلاث ايام هتبص بص صعب قوي. طيب. تقدر كل ثلاث ايام لان انت ما لان انت لا لان انت ما كملتش فتره تلعب. بس هو هيبقى فيه بتلعب يعني ايه يا كابتن اذا كان في الايام يا كابتن مجدي. انا شايف ان الظروف مش طبيعيه. فلو هتكمل دوري يبقى وجهه نظري انا ممكن ابقى صح وابقى غلط. ما فيش هبوط لكن لازم يبقى فيه صعود. بس ما فيش هبوط في كل الدرجات. افهم مفيش هبوط في كل الدرجات. في كل الدرجات.